بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الموضوع سنناقش طرق سهلة لإبطاء الشيخوخة. لقد تعهد خبراء الخلايا البيولوجيين بسبر أغوار الخلايا ونبش خباياها وأسرارها المكنونة والتعرف على معالمها الحيوية، بالخصوص الأسباب التي تؤدي إلى شيخوختها وعجزها، وما هي الطرق لإصلاحها أو تجنب إعطابها. فخلايانا تشيخ، وليس لدينا وسائل لوضع فرامل بيولوجية لإبقائها في مراحل اليفاعة والنضارة والحيوية. الخلايا إذن تشيخ، لماذا؟ ولكي نتعرف على الأسباب، نلقي نظرة على فتحة أخذناها في جدار أحدثناها في جدار الخلية، وحيث نجد تركيبة الجدار والخيوط الخارجية التي تحملها والأربطة الداخلية التي تمنعها من الانكماش، فهي عماد هيكل الخلية، وفي جدرانها تتوزع المعابر والمستقبلات بين الطبقة الدهنية والروابط البروتينية. لقد وجد علماء سانفورد بورنهام في المعهد الطبي للاستكشاف عمق الأذى الذي ينتج من تراكم فضلات الخلية، ونرى في الصورة الكم الهائل من الترسبات في الخلية، وهذا عنوان واضح للفضلات والتعجرف في إدارة تدوير النفاية الخلوية بما فيها مخلفات العابثين من فيروسات وبكتيريا وفطريات وسموم حضارية مثل المبيدات الحشرية والمعطرات والمطهرات المنزلية والبخاخات وترسبات الأدوية، أو حتى أنقاض الخلايا وبقايا مخلفات الجيران من الخلايا الأخرى إلى آخره، من إنزيمات وبروتينات. أي أن الخلايا لم تعد لديها القدرة في إعداد وتأهيل وشحن فقاعات الفضلات. وللتوضيح صورة للخلية وبها فقاعة ضخمة، هذه الفقاعة تسمى أوتوفاجوزوم، وهي الشاحنات الذاهبة الآتية في شوارع الخلايا. انظر إلى الصورة وترى بروتين صغير يحمل ويسحب فقاعة فضلات، هذه نسميها فقاعات الفضلات المتحركة، والتي يتم تجميعها في محطة النفاية الخلوية التي بها إنزيمات هاضمة، ولذا سميت أوتولايزوزوم، المسؤولة عن إعادة التدوير. وترى في الصورة كيف يتكون ويتلملم الفاجوزوم ليندمج ويلتحم ليكون اللايزوزوم. الصورة التي أمامكم، المشكلة الأولى هي أن محطة التدوير ليست لديها إمكانية في استقبال وتفريغ هذه النفايات، وهنا نعني بالتقادم إلى خارج الخلية لنقص في الإنزيمات الهاضمة مع تقدم العمر. فالجينات المعنية قد ذهب ريحها. أما المشكلة الثانية هي أن شاحنات نقل الفضلات عاجزة عن الحركة كما ترى في الصورة، لعطب البروتين الناقل ونسميها القاطرة الداينائين أو الكينازي من مواقع النفاية إلى محطة التجميع والتدوير عبر شوارع الأكتين كما ترى في الصورة. النتيجة تراكم الخطوات،
وتعطل العملية. بالمناسبة هذا البحث قام به العالم يوشينوري أوزومي الذي حصل على جائزة نوبل في علم الفسيولوجيا لعام 2016. ويصبح بيت الخلية متسخا مكتظا تختنق من أجواء في أجوائه عضويات الخلايا مثل الميتوكوندريا وغيرها من الرايبوزوم اندوبلازماتيك ريتيكولوم وهكذا، والاندوبلازماتيك ريتيكولوم بالإضافة إلى الجينوم، فتهبط فعاليتها ومنتوجها وينتهي بها الأمر إلى الإحباط والذعر الخلوي الذي نسميه سيلولار ستريس كما ترى في الصورة، وكأن الإمساك الشديد قد ألم بك وأتعبك وأوجع رأسك من كثرة الشوائب والفضلات المتراكمة التي تركزت جزيئاتها في مراكز الدماغ. هنا في الخلايا تقف عجلة الطاقة مع لم تعمل الميتوكوندريا وكذلك النمو والإنتاج، فيسدل ستار العجز على المشهد وتشيخ الخلايا، ولن تستطيع إمداد جيرانها وبيئتها بمقومات وظائفها الفسيولوجية والإشارات والمواد الأولية والبروتينات وكذلك الهرمونات، ولا ننسى أيضا أوامر النمو والتقاسم. إذن انتبه ولا تعجب مشاهد العزيز في كيف يكبر الأطفال أسرع من أعمارهم عندما تتعاظم وتتراكم وتترسب المبيدات الحشرية في أعماق خلاياهم، أي إسكات الجينات المعنية بالحفاظ على اليفاع والنمو. ففي هذا الشأن الباحثون في معهد سالك للتعبير الجيني في كاليفورنيا تمكنوا من تشغيل الجينات المغلقة، ففي التجربة الحيوانية أعطيت الحيوانات ما يسمى بعوامل يامانكا الأربعة المشهورة، وبالمناسبة هذا العلم حصل أيضا على جائزة نوبل لهذا البحث. اليامانكا فاكتورز أوكت 3-4 سوكس 2 سي مايس و KLF4، وهنا تجد صورة لهذا العالم وهو يعمل ويحمل بحثه. أجريت هذه التجربة لإعادة وضع الخلايا في مراحل إلى مراحل اليفاعة، ووجدوا أنها تعمل إذا أضيف لها مضاد حيوي يسمى الدوكسيسايكلين. هذه العوامل اكتشفت في الخلايا الجذعية والتي تبقيها دائمة اليفاعة تنقسم وتنقسم لنحصل نحن على رصيد من الخلايا المصنفة تبقينا بصحة وعافية وطول عمر. كل خلية مصنفة تعيش من 100 إلى 120 يوم ويتم استبدالها وهكذا، بينما مثلا بعض الخلايا ومنها الخلايا المختصة بذاكرة المناعة قد تبقى 50 سنة. هذه تجارب نجحت على الفئران وعادوا إلى أدراج مراحل شبابية من أعمارهم، ووجدوا أن النتائج على البشر متفاوتة من شخص إلى آخر، ربما تحتاج إلى عامل آخر غير معروف، وهذا يثبت لدينا أن التقادم هو عملية مرنة كما ترون في الصورة، من الممكن التحكم فيها. فهل يا ترى ستبقى ساعاتنا البيولوجية في مستوى الشبابية في يوم من الأيام؟ فالعلم في هذا الشأن لا زال في مراحله الاستكشافية والاستطلاعية، مثل الحاسوب الذي يعمل له فرمتة ثم برمجة، أي فرمتة النفايات أو إزالتها ومن ثم تعمل الجينات المعنية بالشبابية، أمر لا يصدق ما نحن بصدده الآن. والأغرب
مما سأقوله عن بعض هذه النفايات المبهرة، فهل تعرف أن في دم الأم الحامل وما بعد الحمل خلايا وجينات طفلها بمئات الألوف تسبح إلى أن يختفي جزء منها كنفاية، وأغلبها يحتضن من قبل الأنسجة كرصيد من الخلايا الجذعية، بل ويصنع ما عطب من الأنسجة، وهذا ما اقتبسه العلم في زرع ونقل الخلايا الجذعية على سبيل المثال الخلايا الجذعية المشيمية. وكذلك لدينا جينات بكتيرية فاعلة ضمن ما يسمى بالميكروبيوم في الأمعاء تتحكم فينا في بعض أمور الغذاء والتصرف النفسي مثلا، تعبيرها يرسل إشارات لمركز الدماغ لإجبارك في تناول نوع معين من الغذاء، وتقول أنت مثلا أنا أشتهي اليوم أكل كذا، أو أن زميلك ينهرك عن الكثرة في تناول مثلا حلويات زائدة عن المعدل. عزيزي المشاهد، هذا تمهيد لما سأقوله واحبس أنفاسك. الخبر العلمي يقول كيف يجد شريط الجينات الرجالي DNA طريقه إلى دماغ المرأة، ويستخدمها العلم في حالات الاستقصاء الجنائي لمعرفة الفاعل والقاتل لضحيته في الدول المتقدمة. How male DNA finds its way into women's brain. Women retain DNA from every man they have ever slept with. Found male cell in 37 out of 59 women's brain studied. That means 63. والشرح كما هو يلي. فكما تسبح الخلايا الجينية في الحامل، نفس الطريق تسلكه الحيوانات المنوية، وبالمناسبة عددها 500 إلى 50 مليون حيوان منوي، يعني من 50 مليون إلى 500 مليون، فكمية منهم تذهب عبر الرحم إلى الدم، ومن ثم تسبح إلى مراكز متعددة، وهذا هو نفس النمط كما شرحنا من الرحم إلى الدم ومن ثم تتوزع. إذن الحب لا يأتي من الفراغ، ولكن هنا الجينات أنصافا، يعني ليس تلك جينات الطفل، وإنما كما نعرف أن جينات الحيوان المنوي أنصافا، يعني ليست كاملة. ونأخذ مثال آخر، الباحثون في معهد فرانسيس كريك المختصون في دراسات علم الشيخوخة أحضروا تعريفا للواقع العلمي في شأن تدوير نفايات الخلية كما نشهدها مثلا في مصانع تدوير الورق وغيرها، على شاكلة تجميع فقاعات النفاية الفاجوزوم بالإنجليزي الأوتوفاجوزوم، أي الجسم المتآكل أو الهاضم ذاتيا، ويعني هضم النفاية الخلوية المحتوية على العضويات المصابة بفيروسات أو البكتيريا أو الخلايا الميتة كما ذكرنا آنفا، وحيث يتم هضمها للاستفادة منها إعادة تدوير كمواد خامة لتصنيع عضويات جديدة، وهذا ما يحصل لنا عندما نصوم. لقد اكتشفوا البروتين المسؤول عن تكوين محطات التدوير ويسمى جابراب،
وأيضا بروتين الشاحنات التي تنقل النفايات الخلوية والذي سموه PCM1. وفي التجربة عندما أوقفوا عمل الشاحنات توقفت العملية برمتها وتشتتت مساعيها في الوصول بها إلى محطات التلوير، بل أن بعضها أصبح منهبا للإنزيمات الحرة الهاضمة، وهذا هو السبب في ظهور أمراض أوتونومية مثل مرض كرون والكوليتس أولساروزا كما سنذكر ذلك لاحقا. ولم يعد بإمكان الخلية الاستفادة بطريقة منظمة من نفاياتها، وفي الواقع الكلينيكي ترى ذلك في نحول ونقص وزن وضعف والتهابات روماتيزمية وإسهال متكرر وربما مخلوط بتقيح أو دم وهبوط نفسي، وكأن لسان حاله يقول أنا لست على ما يرام، ونقول إنه لا يستفيد من غذائه، وتظهر عليه علامات الهزال والضعف والشيخوخة المبكرة، يظهر أكبر من عمره كما ترون في الصورة، فيوجد لدينا في الصورة صورة من تراكم الفضلات وصورة أخرى من خلفية جينية، التقادم واضح في الصور، فتبصر من دقة وجمال العمل الرباني عندما لا تربك عمل خلاياك بكل ما هب ودب. العلم يعمل على قدم وساق، يبحث في الطرق العلمية للخروج من هذا المأزق، أي إعادة الحيوية ورسم سبل عمل تشخيصية وتنظيم مسارات علاجية لإزالة هذه المخلفات، أي إبطاء وتأخير أعراض العجز والشيخوخة، حتى وإن اقتضى الأمر إلى تدخلات لإزالة الخلايا الميتة والعاجزة والمصابة بالفيروسات. وهنا نقيس ذلك التغيير بإحصاء عدد شاحنات الفضلات الخلوية وحركتها التي تدفع إلى خارج الخلايا، ولو أنها لا تعطينا الصورة الفعلية للتراكمات والكم الهائل من المخلفات العضوية المتبقية. بالإنجليزي counting the number of garbage trucks on the cell street doesn't tell us how much garbage is actually being recycled at the cell plant كما في الصورة. والأهم في الأمر أننا ننظر عما إذا كانت هناك إعاقة في عملية التحويل من الشاحنات الخلوية إلى المحطة الهاضمة، ونحكم على شيخوخة الإنسان بأعداد الشاحنات المتوقفة كمقياس لذلك. إذا كانت محطة التدوير تعمل أم متخمة أو متوقفة، لاحظ مشاهد الكريم أن هذا علم عميق، ويأتي في المقام الأول هنا علم أعمق منه عمره ما يزيد عن 1400 سنة في قول الرسول الأعظم في مفهوم الوقاية بالذات. أولا قول الرسول الكريم: نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع، وبذلك علمنا الدين الحنيف كيف نطيل من أعمارنا، وهذا حس علمي راقي. ثانيا بقولها أفضل الصلاة والسلام عليه: صوموا تصح. لذا لا ننسى بأن الصوم يضع فرصة لخلايا جسمنا للتخلص من فضلاتها ومما علق بها من تراكمات وفضلات. مثال على ذلك: في تقرير حرر في مجلة الخلية العلمية The Cell بناء على نتائج عدة دراسات بأن تناوب دورات من الصيام لعدة أيام في كل شهر تعيد التعافي
للخلايا المنتجة لهرمون الأنسولين، وحيث يعود إلى مستواه الطبيعي. وهذا خبر سار لمرضى السكري من النوع الأول والثاني، بل وحتى للأصحاء الكبار في السن. وقد سعى العلماء لمعرفة السبب، ووجدوا أن تأثير الصوم هو إعادة تشغيل الجينة التي تنتج بروتين يسمى N3، والذي يدفع بنمو وتكاثر الخلايا المنتجة للإنسولين التي كانت متعثرة. وسنرى في المستقبل القريب، وبعد موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، برامج صوم علاجية لمرضى السكري. ونصيحتي بأن تقلل إضافة لذلك اللحوم الحمراء، وتضيف الكثير من الخضار والفواكه والماء. وإن استطعنا الحصول على بعض من فيتامين A و E و C، هذا غذائيا ورياضيا المشي وشد العضلات، وأخيرا النوم الكافي. وبذلك وبأسهل وأرخص الطرق نستطيع مقارعة العجز والتقارن في العمر إذا عرفنا كيف نتصرف ونسهل على خلايانا تنظيف رحابها وهضم عضلاتها المتزايدة التي ليس لها أول ولا آخر. وهذا ما يسمى علميا بالأوتوفاجي، أي التخلص من الفضلات ذاتيا بإعادة تدوير ما لا نحتاج إليه. وبهذا تعلم الإنسان من حيث لا يعلم من حكمة الباري عز وجل في تصنيف وعزل النفايات وتدويرها. ولا يغيب عن بالي أن أحصنك بمعلومة جديدة ومفيدة ليكون لديك باب خلفي يساعدك في هذا الشأن وبسعر زهيد. أني أنصحك بتناول فول الصويا وكبد الدجاج والفاصوليا والذرة، وللذين يحبون الجبن المعتق جبن قديم ببقع زرقاء كما في الصورة عليهم بتناوله. فالعلم قد كشف أن هذه جميعها تقوي التخلص من النفايات الخلوية، لأنهم وجدوا أن هذه المواد تحتوي على مادة السبرميدين، والذي كشف النقاب عنها في جامعة تكساس أن هذه المادة مضادة للأكسدة، تمنع بزوغ السرطان وبالخصوص سرطان الكبد، وتطيل العمر. والآن نعود من جديد إلى الواجهة الكلينيكية. أولا، وجه ممرض من هذا العجز في التآكل الذاتي الأوتوفاجي كما وعدتك هو مرض كروم، وهو مرض التهابي أوتونومي للأمعاء ذو خلفية بيئية وعوامل جينية، والتي تسبب اندفاع نشطة لأنظمة مناعة الجسم إلى المستوى المرضي. المسؤول الأول عن ذلك في الأساس جينات احتياطية من المستوى الثاني تسمى backup genes، التي تنتج بروتينات تؤلب الخلايا المناعية على الانقضاض على بعضها البعض. هذه البروتينات الالتهابية تسمى الانترلوكينات. الجو مكهرب بين الخلايا، ولكن من يعكر السلم الأهلي والداعي لهذا التطاحن الخلوي؟ تواجد بكتيريا للأسف غير مسالمة، والتي تصيب الشخص بين الفينة والأخرى على نمط التسمم الغذائي. وقد تشارك في المعركة بكتيريا الأمعاء المفيدة التي عادة ما تكون مسالمة،
ولكنها إذا خرجت عن حدود تموضعها الطبيعي في الأمعاء ونزحت إلى أجزاء في غير اختصاصها والتي يحظر على الجميع التواجد فيها بالخصوص، إذا استشعرت بتواجد مؤشرات الالتهابية، وهذا هو السبب في مرض كرون. وعزاؤنا في فقدان بقيعات من غشاء الأمعاء وبزوغ حفر وتقرحات وممرات التهابية قد تربط بين الأمعاء والفتحة الخارجية للشرج كما ترى في الصورة، أو إلى التجويف البطني إما عند فتحة الشرج من حواليه أو من الأمعاء إلى التجويف البطني. وهنا نحن أمام قصة ممتعة ومفيدة. ما الفرق بين الخلايا المناعية المسالمة وغير المسالمة في الأمعاء وتصرفها في العمق البيولوجي؟ نحن نعرف أن للخلايا الغير مسالمة، أي هي شرطة الجسم، الفضل في حراسة أمعائنا لكي لا تنتهك حرماتها أثناء مرور الغذاء من الجراثيم والسموم. ولكن عندما تغيب الطائفة الخلوية المناعية المسالمة تبدأ الأخرى في صنع مشاكل التهابية بتواجد المؤشر الانترلوكين كما ذكرنا. لكن لماذا تغيب الطائفة المناعية المسالمة؟ هي في الواقع غير مناطة هنا بأي واجب دفاعي، وإنما تبحث في تواجدها عن غذاء يحتوي على التريبتوفان، وهذا حمض أميني، وبحضورها تتغاضى الخلايا المشاكسة عن عمل مشاكل أو أنها تهابها ربما. ولكن ما الذي يجعل الخلايا المسالمة تبحث عن مشتق من هذا النوع من الحمض الأميني بالذات وكأنه فيتامين لها؟ هذا الحمض يتواجد في العديد من المواد الغذائية مثل الموز والحليب والجبن والبريد والدجاج ولحم الديك الرومي والتونة والحنطة والفول السوداني. هذا التريبتوفان تتنافس عليه 6 أنواع من البكتيريا النافعة، بالخصوص جرثوم حمض الحليب اللاكتوباسيلس رويتري. كل ما ازداد محتوى الغذاء من التريبتوفان كلما زادت أعداد هذه البكتيريا النافعة. ولكن ما العلاقة في مجيء الخلايا المسالمة؟ هذه البكتيريا غذاؤها هو الحمض الأميني التريبتوفان، ومن ضمن فضلاته فضلات هذا الجرثوم عندما تفككه البكتيريا هو حمض الحليب. هذا الحمض كما هو معلوم دوره في الجهاز في بقاء الجهاز التناسلي للمرأة نظيفا، وهو هنا أيضا ضروري جدا وتحتاج إليه الخلايا المناعية المسالمة وتبحث عنه في الأمعاء، وبذلك تمنع هذه البكتيريا النافعة والخلايا المناعية المسالمة نديداتها الضارة والغير مسالمة من التموضع في أي من بقاع حضورها في أغشية الأمعاء، وينكمش دور الخلايا المناعية المشاكسة. ولكن هذا التنافس السلمي يصبح مغيبا في مرض كرون بسبب تفريخ المؤشرات الالتهابية البروتينية كما ذكرنا التي تنتجها الجينات الاحتياطية المحورة، وتصبح الساحة منهبة لكل ما حط ودب من الميكروبات، وكأن لسان حال بعضهم من المستفيدين من الوضع يقول إحنا والقمر جيران، أو إذا حضرت الشياطين غابت الملائكة. وهنا تدق طبول الحرب بين الأخوات من الخلايا المناعية، والأغلب يندفع على نغم المؤشرات الالتهابية المناعية التي تعمل كسلاح مجهري بيولوجي
يؤلب الجميع مما يجعلهم يتناحرون ويلتهم بعضهم بعض، والنتيجة الكثير من الضحايا بين الخلايا المغدور بها الغير قادرة على العيش، ولذلك ينقض السليم على السقيم. وهذه هي قاعدة الأوتوفاجي في مرض كرون والألسرتيف كولايتس، كما هو الحال بين البشر في التنافس والحروب. ولا زال البحث قائما عن هوية الجينات المارقة وبالأحرى المحورة التي تتسرب بنمط غير طبيعي والمسببة لهذا النوع من الحرب الأهلية. وكما يقول الخبراء في المركز الطبي قسم المناعة في الولايات المتحدة الأمريكية ساوث ويسترن ميديكال سنتر، والغريب أنهم يعرفوا أنها محورة ولكن هويتها مغيبة. ثانيا، صورة أخرى من الأوتوفاجي في مراكز الدماغ، وحيث أن الالتهابات وما ينتج عنها من الفضلات ستؤدي إلى الخرق. انظر صور الخلايا قد امتلأت بالفضلات، وسأقنعك في هذا الشأن من الناحية العملية والعلمية بأمثلة. مثال واضح وجلي يتمثل في تقرير منظمة الصحة العالمية التي تقول أن عدد الأفراد المصابون بإعاقة الماء الأبيض في العينين كاتاراك تزيد عن 20 مليون من البشر سنويا. وإعاقة الرؤية لا تعيق فقط الحركة والعمل، بل تسبب الإحباط والإرباك ولو بشكل تدريجي، وتعيق نعمة العيش الحر، فهي تقصر العمر لما يصيب الإنسان من حوادث وإرباك نفسي. وبالطبع ستسألني عن السبب العلمي، هو تغبش عدسة العين في الكبار بعد 60، وأقول لك هو ترسبات بروتينية في العدسات، وهي كذلك أيضا السبب في مرض الخرف الألزهايمر ومرض الباركنسون الرعاشي للكبار. وتتواجد صورتان، واحدة للملاكم العالمي محمد علي كلاي والبابا بولس رحمه الله. ولكن لماذا تترسب هذه البروتينات وتلقي بظلالها في التراكم داخل الخلايا؟ يعني أنها فضلات. البروتينات المترسبة في عدسة العين مثلا تكون على هيئة كريستا، وعندما يشق الضوء طريقه في داخل العين يتشعر فترى بقعا أو أجزاء من الصور بدلا من الصورة الكاملة. عدستنا التي ولدنا بها لم تعد تعطينا حقنا في العيش الحر الصافي. التقادم والشيخوخة قد أصاب نظام طي هذه البروتينات فتكدست في مكانها، ولم يعد أحدا معنيا بها ولا قادرا على شحنها مما ذكرنا سابقا إلى محطة الفضلات كما أسلفنا، أو حتى استخدامها لأنها معاقة ما تلبق في مكان ولا تمثل الشرعية السابقة في وظائفها. ودماغنا يشكو عدم اكتمال الصورة أو الفكرة. أما الملف الرئيسي للحدث الذي أمامنا في الخرق فهو ترسب بروتينات الأميلويد في داخل وخارج خلايا الدماغ، وأصبح الفرد منا لا يفرق بين أخوه وجاره، وتسيل دموع الحيرة ونلبس وشاح الكآبة، كما أصابنا الشك وعدم التيقن. والتعرف على الأشياء المألوفة من حولنا، لكن من هو المعهود بخدمتنا عادة في تفكيك هذه البروتينات العقيمة الآنفة الذكر؟ هي التي تسمى بروتينات الشابيرون، الشابيرونات الخلوية، وللأسف تتقاعد كالمعهود وجيناتها تسكت في هذا السن ولم تعد قادرة
على تفكيك هذا الكم الهائل من البروتينات المعاقة. ونأخذ العبرة من الجملة التالية: Sustaining autophagy extend lifespan. أي التخلص الدائم من فضلات أجسامنا يحافظ على أنظمتنا، سواء كان على المستوى الخلوي أو مستوى الجسم كله، وهذا يطيل من أعمارنا ويبقي حيويتنا سنين مديدة. الشعوب متمثلة في علمائها ومراكز أبحاثها تعمل على قدم وساق في هذا الشأن في البحث عن حلول، وبالفعل نبغ بعض منها في إيجاد حل للعدسات العليلة، والتي عمل ويعمل جراحي العيون في استبدالها بعدسات اصطناعية. لكن أخيرا نجح العلم في هذه الأيام في إيجاد قطرة وبدون تدخل جراحي للعين تذيب هذه الترسبات وبكفاءة عالية. لقد سموها Compound 29، وهي نوع من الستيرويد مستر ستيرويد Compound melts cataracts and improve vision. وأول بشرى بالخير قطرة اللانوستيرول، وسنجد في القريب النسخة الرسمية لهذا العلاج، وسنقول لمن استبدل عدسته الله يخلف عليك. أما في شأن علاج الشيخوخة عقارا يسمى UBX0101، كلف تطويره 116 مليون دولار. شاركت في ذلك عدة قطاعات اجتماعية وصناعية في عدة دول، واقرأ عنه في كتابنا الجديد قريبا نبرة قلم في البحوث العلمية في الإعجاز في الخلق. نستضيفكم بإذن الله هناك، والذي سينشر في دار الأدب العربي بالدمام. أقول ملاحظة أخيرة لما ذكر بالخصوص في الفقرة الأخيرة، إنه من المؤلم والمؤسف جدا أن نرى أن جميع إمكانيات العالم العربي والشعوب الإسلامية تذهب للحروب ومقارعة بعضنا البعض في مناوشات طائفية عقيمة، بينما تركز الشعوب الأخرى في تجميع بعضا من إمكانياتها للبحوث العلمية والتقنية الفائقة والذهاب بعمق للأصول الأمور، وتتكاتف ماديا ومعنويا لحل المعضلات وتتقاسم النتائج، مما يجلب الرفاهية وينشر الحضارة بين الجميع. وحتى نحن تصلنا كسيرة أو فتات من هذا التقدم، كما رأيتم في هذا التقرير. دمتم بألف صحة وسلامة. أخوكم دكتور عبد الجبار علي أحمد المحمد حسين، طبيب طيار سعودي، الجنسية استشاري علم الأمراض الكلينيكية، أستاذ استشاري علم الأحياء الدقيقة، أخصائي علم الوراثة الدمام، المملكة العربية السعودية. دمتم بخير، السلام عليكم.